الله يعطيكم الصحه. لاباس كلشي بخير. مرحبا بكم في فيديو جديد. دونك غادي ندويو ان شاء الله على اجراءات الرجوع لفرنسا. لحقاش البنات ما بقى قد ما فات الوقت تجري، ودابا حنايا كاينين في مدينه ورزات. هذا هو النهار الاول والنهار الاخير، لحقاش ورزات قعدنا فيها غير نهار. هذا النهار هذا صافي وخرجنا وليدات العائله تبارك الله، 11 الورد ديال العائله اللي خرجنا هذا النهار هذا. وشوفوا معايا انيس غادي يطيح به يمكن. اش ها شكون اللي يسرق بادي؟ C'est bien, ma fille. C'est bien. Voilà, c'est bien. Accélère. البنات شفتوا معايا السوق كيفاش عامر؟ هادشي تيخلع. غادي نقول راسلي ناري، غادي نرجع مراد، غادي نرجع مراد. السوق عتي الزحام، الناس تي زعما تيدحسوا باش يقدروا يدوزوا. ايوا كدرنا ليه خاطرو، راسلي بيشري فوقيه، قال لك بيت شي حاجه ليا. وعندو الفوقيات، عندو بزاف ديال الفوقيات غير ما جابهمش معاه، وبغى شي حاجه هكا يتبرد بها. دونك خفنا نشريو ليه فوقيه على سعدنا ووعدنا. هكا درنا هكا دويره خفيفه على السريع مع هكا مع الوليدات تبارك الله. كان خارج معنا خويا والوليدات كما قلت لكم، زعما كاع الوليدات ديال العائله هما دينا ما كيتبردوا شو شويه في واحد الكافي. وهكا ضربنا واحد الدويره ثاني في السونتر. وبدينا اجراءات الرجوع لفرنسا، لي بريباراتيف دو روتور. اول حاجه بدينا بها بعدا هي التيست، خاصه ديرو ميسا. سلام عليكم. سلام لاباس كلشي بخير. حنا دابا غادي نقبطوا ان شاء الله طريق لمراكش. درنا الصباح اصعب عاوتاني حاجه التيست. حنايا ما درناش التيست، ميسا دارت التيست لحقاش حنايا دايرين الفاكسان، وميسا دارت التيست. كان عندنا مشكل لحقاش ما تيكتبوا 7 سيغ 7 نورمالمون بو لو تيست، وحيت تمشي ما تلقيهش كاع لابوغاتوار خدام. دابا غنتسناو الغد ليه، ولكن غادي نتحركوا غنتسناو الغد ليه 24 باش يخرجوا لنا لي ريزولتا. بشحال درت التيست؟ درتو ب 600 درهم، ولكن قبل انايا ما نديرو ب 600 درهم جبت مع عمي هو ساكن في هولندا، قال لك هو دارو ب 500 درهم. انا يا سيد قلت ليه شحال سيدي تيستك 500 درهم؟ قال لي لا ب 600 درهم. شنو عاود ثاني؟ البارح خرجنا، خرجت انايا وخويا الكبير وخرجنا تبارك الله معانا شي 8 ولا 9 ديال الدراري تقريبا، كاع وليدات العائله كاع اللي كاينوا. مازال كاينين وليدات العائله صغيورين مشاو فحالهم، بحال مثلا وليدات اختي تا هما ما كانوش. دونك خرجناهم، انا عتز عليا خرج معايا الوليدات الصغيورين تيقتلني وتضحك وتنفرح هكا. المهم مشينا درنا واحد الدويره في السوق في ورج زاد. السوق عامر 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 عامر، ومشينا شرينا بعض الاشياء نوتامون فوقيه اللي لابس الزوج سراء، قال لي باش شي حاجه اللي هي مبرده. شرا واحد الصنداره، شرا واحد الصاق، المهم تيبي يدي الباروك من المغرب. انايا مشيت شريت طواشن، واخا خويا ما خلانيش نخلصهم ويحلف وانا نحلف. شريت واحد القصريه صغيره، شريت واحد الطاجين، وكاينين جوج طويجينات انايا كومونديتهم من عند اختي، وحتى هي حلفت هذوك بلا ما تخلصهم. درجه الحراره 45.
دابا بالنسبة لبريباراتيف دو روتور أو إجراءات العودة إلى فرنسا من المغرب، خاصكم بعدا تغوبوا واحد البلاصة اللي تديروا بعدا تديروا فيها التيست، وراه عندكم تمشيو على بالكم 7 سور 7، هذيك 7 سور 7 راه هي الكاتبينها، حنا راه مشينا للحد ولقيناهم مسدين، قال لك احنا ما تنخدموش نهار الحد، علاش كاتبين 7 سور 7؟ يعني ردوا البال ولا امكن تخذوا رونديفو وحاولوا تاكدوا عليهم بان راه الفول راه غادي في الساعه الفلان الفلانيه، خاصكم نتوما لي ريزولطا يكونوا لكم واجدين. وفي الرجوع عاوتاني وقفنا عند القهوه الشعبيه اللي تتعجبني القهوه بعدا القهوه كقهوه ما فيها ما يتشاف بيني بينكم، ولكن دوك الطواجل تيحطوا يا سلام. خويا ما كاينش الخبز ديال القمح؟ لا لا والله. لا كاين غير هذا. ديالكم خدامين الله يعطيكم الصحة. الصحة والراحة. زوين. زوين. أنا نجيب شوية. واخا. لا أنا ما محتاجش كاع. ماما. بابا. ماما نجيب. ألو. Comment se trouve le tagine? Très bon. Très bon, délicieux. Délicieux. Maman? Je délicieux, yes. Oui. Merci pour votre soutien. Chocolat. Chocolat. Mais il s'agit d'un petit peu de temps. لكن عند ديك القهوه عرفتي شنو باش شويه تنهضر لكم لحقاش هذاك السيد اللي تيسربي لنا الله يعمرها دار داك العام ديما تمشيو لها ديما نفس القهوه تمشيو لها حنايا تنطلعوا للفوق لاتيراس ودابا داك السيد تبدل ولكن نفس السيرفيس باش نوري لكم بالنسبه للسيدات اللي القهوه هي هذه اللي بايكوموندي مثلا شي طاجين قبل ما يجي او شي حاجه تدوي ليه في التليفون ولا تلقي الطاجين نتاعك يا سلام روعه تيتسناك الله يعمر هذا السيرفيس نتاعهم فريمون من داك الشر فيه شحال خلصنا بين جوج ديال الطواجن بين جوج ديال الكوكات بين بزاف ديال الخبز وبين طبق عاوتاني ديال الشوا وبين صينيه ديال اتاي خلصنا 220 درهم 220 درهم قولي ديك 22 اورو تبارك الله هذا الخير كله بارك الله صلاه على النبي فريمون انايا جو ريكوموند ولكن راه داكشي شعبي وبسيط البنات اللي تتقلبوا على شي حاجه الهاي هاي 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 ما كاينش انايا فتا دارت الماسك ديالي ديما تنخليه هكا وقت ما تنشوف عباد الله كثارين تندير ليه هكا هذا مكان دونك غادي نكملوا عاوتاني الطريق حتى لمراكش ان شاء الله وغدا ان شاء الله غادي نخرج غادي نكمل داكشي اللي باقي لينا في المقضيه وبيت ندير واحد الحاجه اللي عزيزه على قلبي هاديك ان شاء الله تكتشفوا معايا اش درنا ان شاء الله غدا وحتى النتيجه ديال التيست ان شاء الله الرحمن الرحيم نح عليكم